دمان مدن كيما في شرف كامورا سيبطن سوغو تي في ومدن يهي ودون يبحيك كواد غلها وكيلادو مدح لقامات كيما سوريين في الدولة يعني دبانا دقاشا دمان وحلا يهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحت ويبينو تايمان تايلينو هكا كدا فرينو ريالهم ودي او اشا معدا ابراهيم برا يونيفرستي مجالا كرالك دوري لو وحكست او وحكست او كهير جالي وها هير جيريا هال دور لي هال ابور كوى ساكتا غدا حد يدكوي وارا ابراهيم برا الهي وحنو غبرينا ينون حريصو ابراهيم وهو نين بلشدا نعب له او جعل ان بلشد يسوه وقفه عام بو قوها يسوه دين تي لغو اماني ما يسوه نول بان لغو يقالي وحن قلو هالك كبو قادين ايا بلشدا رير كردك وحن لا يهم بليو بلشدا قبل كسناك وحن لا يهم بليو شام عدني وحي كتالا سديد قبل برتنكي بمتالا سديد قبل قبل كسناك صاحي فقدير سرار صوم حيزمو دهر بران انتاس او قبل ايه دحنو دفت الله وميلتو هبون انتام عدلق السمعيه وحن لاي هاي اركتي في عمبه وحن كلاك تبقى دين ايه قويسكي ابراهيم بره الهي ونحرستو مروا فاضما شيخ علي يوم كيلا يهير برا نوربا فاضمو وحبكو قادين ايان وقوم بذن مليه ابراهيم صاحب ماهين مروا وناكسن او وحي وذيك يدولو كدن فيه رميسي ايا وكيلا ايا وعود عينينا الى هاي يدنا حسنا ضد اليوم انت امرك الله قد تقول الكن من كاتلي وعود لهدي لو شيرنا والله يسشيغا دي لو بشيغانا والله يسشيغا نيو كلها قف ولي ما انتو جامعة كلها إذا هرمك كودهان إيا نولاش كوا قفنا لغا حسدي ماي مسؤولي من كتشوغا من هرهو تغي من ديمان دونا سنها ونكسنين واسدا جامعة قدر علم بره او ما انتهو قامل ايي مرنا أدير بانو هاي مركا family friends كي قال لك تقول لبدي يدو قويس يسكو في عام مرنا صدق بانو هوله أن كقبطي جامعة قيبتا وكل هانا بحق قال بكاها هرنعي فولاد كو كوبوها الرئيسي ريابان سنها وإي إلا وين مرد نبو إقدر بطلوه وحبا يمجرين ودنك أدير نووهي صدق نووهي waxaan isii gaboosana ku dhiyo de siyaasadna waa lagu jiraa laba uur oo tartamaya oo waxaan isii wala kaar kibar waa qunbu ku toosiye oo libka kaaga baxayna waan isii wala de wasiirada wax kaga baxayni jaamacadda ibraahim barre anigu ragi kala shaqeeyba markii uu dalbay jaamacadda codsiga gudiga tacliinta sare uu dal u gudbiyay حلقة قد تعلمت السارة شامعة هذا هو الحلال وهي شامعة هذا اسكوبة تايت هي نوي سوق النواي دي نوي يجيب وحنو مرأي ريانو خذر لسولي وحنو وراهن تاسا اي هاي ستاو الى القدام سيكا ملحتو يدانها قعن يري ملحوينها انها وراب بشلابان قري ان لي قرأ ذو كمتش كتو شامعة هذا الله حلال يو وشامعة مهيمة لو كوشف في عن كتال تخصصها لذلك ما كتشري أيام كلها هي كتير تاس طلب أي طلب كلا واحد هي ديوان دقح دقيوم مسؤول كي قرن كون دقح دقيوان شام عدا إلى هنا ورقوم حتى قيامات إلى شو داخل كذي تصل تحد واحد هي وسارد ده وحرش ده وحلو قر ورقة أنو لين يقول هلا زي شام عدا تافراد ده واحد هي إبراهيم مركو يشجع خرج كشام عدا كوبا حيا وحكولي مدحويني بان قرن قرية سيدو قارن وينبكي سرها
madaxweyne siilaani aanu tagay halkan loogaman baxadna fiin madaxweynaha aad baan ugu bogaadinayaa 200,000 oo dollar baan isla garanay jaamacadda lagu daro warqadiina waanu qoray waxaanu u gudbinay wasaaradda maaliyadda sacay miisaaniyadda 2018 lagu daro dowladu waxbay isku wareejiyaan dayna way isku wareejiyaan ballanqaadyadana way isku wareejiyaan waxay ahayn 2 xukuumadood oo isku mid ah waxay ahayn 2 nin oo is dhisayay lacagta madaxweynuhu bixiyeyna waa lacagta uun maaha lacag labaad madaxweyne muuse bixin oo ku mahadsan yahay hadduu ballanqaadkii fuliyey saaxiibkii uu ku mahadsan yahay nin waliba intuu leeyahay waar laga dabiri maayo anigu jaamacaddan qura wax kuma lihi degmadan jiritaankeeda wax ku leeyahay inay degmo doorasho noqoto anigoo xildhibaanaba suuro geliyey oo ay 22 degmo doorasho xukuumaddii cigaal soo gudbisay degmadeenna laga soo dhigay degmadiiya oo cigaal magacaabay golihii baan ka dooday wuu jooga xogayii golin wakiiladu oo xilligaa jooga reer garadaga cabdisaab ciidayaal waxaan ku dooday degmadeen inay degmo ahaan jirtay 4 sano ka hor oo laga qaaday degmadii mar haddii degmo hore loogu dhawaaqay waxay xaq u leedahay degmo doorasho golina way ku taageeray waana la siiyey waxaa golaha wakiiladu ku daray labada degmada garcadag iyo degmada salaxley labada degmaanu annagu ku darnay mudanayaashayadii 22 degmo wixii dowladii maxamed siyaad reer bixisay degmada balligubadle ayaa xukuumaddu ku soo dartay oo ay xaruntiyaasheen ugama jeeda olola kale laakiin war qoodha libteeda dee lama qariyo qoodha libteeda lama qariyo intaa intaasaa kaga baxaya waxaan ku ururinayaa aad uu maatayay saaxiibkay dr gobose gacantuu ka geystay cid kastoo ka geysatayna oo mahadnaqaynaa de gobose waa nin laba marna waa siyaasadmaal marna waa xoogmaal anigu xoogmaal maahiin siyaasadmaal u baan isagu waa nin shaqaysto wax soo galaa yeelkee laba urur baanu nahay oo tartamaya intaa uu ballan qaaday baan indha ballan qaadayaa qodobka kale waxaan leeyahay arrimaha taagan waxaan la qabaa raggii halkan ka hadlay waa nabad bayna deeqdaa gogosha raggu waa nabad kanimada u weynaynu haysana waa nabad bashaarad shaqo la-aan baahsan dhibaatooyin khilaaf qabya waxaa soo cudurraabaynu qabnaa war nabadda ayaynaan iska burburin nabaddu ninna dan uma aha nin kastoo ragga iyaga siyaasadda u cimaamatay iyo kuwii hore u cimaamadna iyo codka iyaga cusub dadka laba shay baanu xaq ugu leenahay codna siiya iyo cuudkiina wax laga siiyay laakiin xaquguma lihin curadadiina noolaayo curadadiina noolaayo xaquguma lihin gaboote laba jeer buu dhacay waa runtii maalinna ma dagaalamin maalinna buur ciida ma saarin ragannimadu waa sidaa waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo caqligu ninkii doorasho doonayna doorashaa la hayaa diiwaan waa ku bogaadinaynaa guddiga doorashooyinka qaranka waa ku bogaadinaynaa madaxweynaha inuu taageeray waxaan leenahay waa doorasho aan gallo maanta oo aynu loolanno aan iski dayno qoriga aadaad mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 gb data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121